السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا المقطع لقد قمت بتجربة صغيرة، كما تشاهدون قد قمت بوضع بياضة بأرضية عادية بها ثقب ليس بها أي شيء، وقمت بوضع بياضة أخرى من الجانب على اليمين بها نشارة الخشب من الداخل، وقمت بملئها جيدا، فتركت البياضتين للزوج لمدة أسبوع حتى أرى إن كان الزوج سيختار البياضة التي بها نشارة الخشب أم سيفضل البياضة العادية الفارغة. المهم كملاحظة لقد قمت بنقل الزوج لمكان منعزل لوحدهم. نحن نعلم أن كل المربون هواة يشترون زوج واحد فقط، إذا فقد قمت بعزلهم لوحدهم حتى يشابه الأمر كمربي هاوي أو مبتدئ جديد، لأن الزوج الذي في جماعة ويستمع لأصوات طيور أخرى ليس كزوج منفرد ولا يستمع إلا لأصواته. المهم كانت ملاحظة فقط. بعد أيام لاحظت أن الزوج دخل للبياضتين كلتيهما، لكن في الأول بدأ يدخل للبياضة التي بها النشارة ثم بعد ذلك للبياضة الفارغة، لكن بعد أيام توقف الزوج عن الدخول للبياضة التي بها النشارة وبدأ يدخل الزوج كلاهما للبياضة دائما، يدخلون ويخرجون باستمرار. لذا بعد ذلك فقمت بإزالة البياضة التي بها النشارة وتركت هذه البياضة الفارغة. لذا خلاصة للتجربة، فلقد استنتجت أن الزوج البادجي كما متفق عليه دوليا أنه لا يحتاج لأي نشارة خشب للبياضة للتفريخ، وغالب الأزواج الإناث غالبا تقوم بإخراج نشارة الخشب إذا وضعتها بالبياضة. إذا فكل ما عليك هو توفير قاعدة البياضة بها دائرة لحضن البيض فقط وليس غير هذا، حتى تنجح عملية التزاوج وتبشر إن شاء الله بالبيض والفروخ.